مولود جديد في البيت. ظلت أمي تنتظره 9 شهور. تعبت وتألمت، انتفخ بطنها كأنه بطيخة ضخمة، شحب وجهها، ثقلت حركتها، عافت الطعام، وأصابها القيء مرة وأخرى، ومع هذا كله ظلت صابرة، لا تقلق ولا تشتكي. ذات يوم فاجأتها آلام متتابعة، تقلص بطنها، لم تتحمل، صرخت، فحملها والدي بسرعة إلى المستشفى. غابت أمي 3 أيام، ثم عادت وقد تخلصت من البطيخة التي كانت تملأ بطنها، لكنها عادت وهي تحمل بين ذراعيها ضيفاً، والبهجة تملأ وجهها. أخيراً حضر الضيف المنتظر. عمت الفرحة أرجاء البيت. حضر الأقارب يحملون هدايا ولعباً وحلوى. أتى الجيران مهنئين، أضيئت شموع، علقت وسائل الزينة الملونة، وأطلقت روائح الطيب. ذبح أبي خروفاً وأقام مأدبة غداء لكل هؤلاء. استقبل أبي الضيوف مرحباً بهم. تقدمت إحدى النساء مخاطبة أمي، من فضلك أتأذنين لي بحمل هذا الضيف؟ وبعد ذلك أخذت النساء يتناوبن على حمل الضيف برفق، يبتسمن في وجهه ويداعبن وجنتيه، أما هو فكان يقابل كل هذا بالصراخ والبكاء، ومع ذلك لم يغضب منه أحد.